التدابير المتخذة لتشجيع المستثمرين المغاربة القاطنين بالخارج، فليتفضل أحد السادة واضع السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين. السيد وزير، ما لا شك فيه أن المغرب سجل ازدياد مهم في حجم المستثمرين المغاربة القاطنين بالخارج لكي يدخلوا لبلادهم من أجل هذه المهمة هذه، إلا أن هذا الأمر يصطدم بعراقيل وإشكالات حقيقية، والذي يزيد من حدة هذه الإشكالات وهذه المشاكل هو عدم وجود خطة مشتركة بين كل القطاعات المعنية أو برنامج وطني أفقي لتحفيز وتشجيع الجالية المغربية القاطنة بالخارج على الاستثمار ودعم التنمية المحلية. لذا نسألكم سيد الوزير المحترم، ما هي التدابير التي ستتخذونها لتشجيع المستثمرين المغاربة القاطنين بالخارج؟ وشكرا سيد الوزير. كلمة لكم سيد الوزير الجواب. السيد الرئيس، السيد النائب، كما تفضلتم هذا الموضوع ديال الاستثمار هو واحد الموضوع اللي عنده أهمية بالنسبة للحكومة وبالنسبة لبلادنا منذ سنوات، لأن تنعتبر أن الاستثمار هو أساسي باعتبار أن ما عندناش موارد طبيعية باستثناء الفوسفات، كاين تركيز على الاستثمار. وبطبيعة الحال في هذا الإطار الحكومة تسهر على تحسين مناخ الاستثمار في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط وتعزيز شفافية المساطر الإدارية، تطوير المناخ القانوني، تحسين تسوية الخلافات التجارية، تعزيز وتحسين التواصل. إذا كاين واحد العدد ديال الإجراءات اللي تيستافد منها المغربي المقيم في الخارج. وهاد الاستفادة نذكركم بأن أهم الامتيازات والإعفاءات هي مساهمة الدولة في بعض النفقات المرتبطة بالاستثمار من خلال صندوق إنعاش الاستثمارات اللي موجه للمستثمرين بطبيعة الحال بشكل عام، تيستافد منه المغرب المقيم في الخارج. مساهمة الدولة في بعض النفقات لتنمية الاستثمار في قطاعات صناعية محددة وتطوير التكنولوجيا الحديثة، نموذج ديال صندوق الحسن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الإعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى المادة 71 من القانون المالية ديال 1298. الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد في إطار المادة 123-22 من المدونة العامة للضرائب. ومع ذلك فيما يخص المغاربة المقيمين في الخارج، أنشأت الحكومة صندوق خاص لتشجيع استثمارات المغاربة، صندوق الاستثمار مغاربة العالم. وهذا الصندوق تولى إدارته الصندوق المركزي للضمان، ويسمح هذا الصندوق للمغاربة المقيمين في الخارج الذين يرغبون في إنشاء مشروع استثماري أو التوسع في مشروع قائم في الحصول على منحة تبلغ 10% من تكلفة المشروع، شريطة لا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن 1 مليون درهم ولا تتجاوز 5 مليون ديال الدرهم، تغطي مساهمة المستفيد 25% وأكثر من تكلفة المشروع، ولا يتجاوز التمويل البنكي 65%. ثم بطبيعة الحال هناك مجموعة من الأمور على مستوى تحسيس المغاربة المقيمين بالخارج بالأهمية ديال الاستثمار. أنا شخصيا مؤخرا كنت في باريس مرتين لتشجيع المغاربة خاصة الحاصلين على دبلومات من مدارس عليا للعودة إلى بلدهم والاستثمار، باعتبار أن كاين واحد العدد ديال الأوراش. واللي يمكن أكد لك هو أن الحكومة عازمة، السيد الوزير المكلف المغاربة المقيم في الخارج يؤكد هذا، هو أنه سنسعى إلى تبسيط هذه المسطرة بما يجعل إمكانية ديال العودة ديال المغاربة المقيم في الخارج للاستثمار في بلادهم أكثر يسر وأكثر مرونة. شكرا سيد رئيس. شكرا. كلمة لكم لتعقيب السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير. حقا نتمم الجهود التي تبذلونها، المعطيات اللي اعطيتو بالنسبة يعني الاستثمارات ديال المواطنين ديالنا بالخارج. حقا حنا طرحنا هذا السؤال، بغينا نبوه فقط لقضيتين. القضية الأولى هي يعني المشاريع الواعدة بالنسبة للجالية ديالنا في الخارج. كما عرفتوا السيد الوزير، يعني الجالية كانت كتستثمر في المجال ديال العقار يعني بالدرجة الأولى، مع الأزمة العالمية كاين مشكل الآن. فالمشاريع اللي هي واعدة بالنسبة لنا جزء منها ممول من الطرف الخارجي. على سبيل المثال يعني صندوق انتنت، هذا كيعطي واحد 500,000 درهم لكل مغربي في البلدان ديالنا، في هولندا وألمانيا وفرنسا، نشأ مقاولة ديالو في المغرب. ثم كذلك يعني المشروع الاخر اللي هو التمويل الاوروبي للمشاريع يعني المبتكره، لي بروجي انوفون. هنا كاين واحد التمويل الاوروبي كيوصل ل 175,000 اورو، يعني قرابه واحد 180 مليون سنتيم لمشاريع مشتركه بين اوروبيين ومغاربه. فهذه التمويلات موجهه لهذه المشاريع، بغينا لها رعايه خاصه
نعم نتمن يعني الصندوق ديال الاستثمار ديال مغاربة العالم، هذا مهم، ولكن هذا الصندوق بغينا يكون الدعم دياله كذلك يعني ارتفع المستوى معين ماشي بدرجة معينة باش هاد المشاريع يعني تاخذ الطريق ديالها. نتمن كذلك الجهود اللي كديروا ديال التحسيس، ولكن بغينا تحسيس أكثر يعني في الإطار ديال القنصليات والسفارات، متواجد معنا يعني الوزير المكلف بالجالية كذلك والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون باش هاد المشاريع يعني تلقى احتضان كبير وكامل يعني على الصعيد الخارجي، ثم على الصعيد الداخلي تلقى تسهيلات كاملة. السيد الوزير كاين المشكل يعني في المراكز ديال الاستثمار واحد العدد ديال التعقيدات يعني إدارية، بغينا تسهيلات خاصة لهذه المشاريع اللي كتجلب واحد العملة صعبة للبلاد ديالنا، لا بالنسبة للتسجيل لا بالنسبة للتوثيق لا بالنسبة للتحفيظ لا بالنسبة لواحد المجموعة ديال الأمور، تكون تسهيلات خاصة لهذه المشاريع ديال الجالية ديالنا بالخارج. وشكرا. الكلمة لكم السيد الوزير للرد. هو السيد النائب بكل صدق هو يعني يصعب نقولوا كاين مشاكل خاصة عند المستثمرين المغاربة، هو يمكن نتكلموا على بعض المشاكل العامة للاستثمار وهذا عليه اتفاق، حيث ما يمكنش نقولوا لكم أنه الاستثمار يعني من السهولة بمكان، ولكن اللي خصنا نركزوا عليه هو أولا التعريف بالأوراش اللي كاينة في المغرب واللي تتعطي فرصة للاستثمار. بطبيعة الحال كاين عوائق، حنا لما تنجتمع مع الفرنسيين ولا مع الإسبان ولا مع راه لمناقشة بعض الإشكاليات اللي تتطرح واللي الحكومة من خلال سماحها لهذه الإشكاليات تتحاول تحلها جهد المستطاع، لأنه على كل حال هناك أزمة دولية اقتصادية مالية. شكرا سيد الوزير محترم. شكرا.